الآن التقسيمات كما قلنا أخوانا، يعني الحقيقة الآن يجلد العامة وعامة الطلبة والدارسين يظنون أن قول الألباني ضعيف، حسن لغيره ضعيف جدا، هذا نزل به جبريل هكذا، والحديث في السماء في اللوح المحفوظ مكتوب بجانبه هكذا ضعيف جدا، حسن هكذا حسن لغيره، ولا يعلمون أن الألباني نفسه قد يصحح الحديث وينسى أنه صححه فيضعفه، أو يضعفه فينسى أنه ضعفه فيحسنه نسيانا، وهذا طارئ على كل الناس. ولكن ليس هذا عشك فدرجي، لما قلت لغيرك أنت تنبه لنفسك أين أنت من أهل الصنع. هذا العلم علم قبل ألف سنة، لا يحسن إلا أن يدارس بعد ألف سنة ولا يتعقب بعد ألف سنة هكذا. جيد، فالتقسيمات هذه الإصطلاحية أخوانا، ليس العبد الذي يرتضي ويتبع العهد الأول ليس ملزما بها. الحديث عن نبي الله إما يصدق فيه أو يكذب فيه، يعني أن يصدق القائل أو أن يكذب القائل. رواية ويدندن بها الألباني كثيرا محفوظة عن نبي الله، دندن طبعا لا يضر، دندن بها يعني نبي استعملها الكلمة، أنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن حدث عني فلا يقولن إلا صدقا أو حقا. تمام، صدق أو الحق، ما قال نبي فلا يقولن عني إلا صحيح أو حسن أو صدقا أو حق. الصدق هو الذي لا يبلغه العقل ويلزمه التصديق أو التكذيب، إنما لم أرى ولا أملك إلا أن أصدق أو أن أكذب. إنما الحق شيء معلوم، الحق والباطل معلوم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت بين أن تحدث بالصدق إن لم تبلغه العقول فاصدق، يعني مثلا حديث الساق، حديث الصراط، هذا شيء لا تعلمه إلا بالبلاغات الصدق عن رسول الله عن الله. والحق ما شهد له القرآن وشهدت له الأحاديث والعرف الذي في الناس، هذا حق ليس لك أن تختلقه، ولكن حدث من هذا أو من هذا عن نبي الله عليه صلوات الله. إنما أن تلزم نفسك بما لم يلتزمه أصحاب نبي الله الذين حدثون الأحاديث فلست مضطرا، فإذا بلغك الحديث فقل وتثبت منه فقل قال رسول الله، ولا تدأب دأب المستسلفين الذين يسمون أنفسهم الأثريون والأثريين وهكذا، ويحدث بالسند وجلهم لا يعرف عشرة أحاديث بأسانيدها. فعليك بما كان عليه الأولون، إذا الحديث رواه لك الأثبات الثقات وعهدنا عليهم، بخاري مسلم أهل الصنعة الأولى وتقبلها أقرانهم والأولون، فهذا عملنا وصدقناهم. لما يأتينا الرجل فينبش في أقوالهم وقواعدهم فيردها عليهم بغير علم مخالفا الأئمة الأثبت فيها، لا شك أن هذا عقلا ونقلا باطل مردود. فحتى لو سمعتموني أقول صحيح ضعيف، إنما أقوله تمشيا إذا كنت أتكلم، إما أن نحدث عن نبي الله إذا وثقنا أو أن الحديث روي عنه، إذا تيقننا أنه ما روي عنه أو كذب عليه فلا نحدث، انتهى. واضح؟